حكم أكل اللحم المستورد، يسأل عن حكم أكل اللحم المستورد. اللحم المستورد ليست العلة في التحريم الاستيراد، فقد يستورد من دول مسلمة، وقد يستورد وهو مزكى عليه ذكر اسم الله عليه، وقد يستورد هو من دولة نصرانية أو يهودية تزكي، وقد يستورد من دولة ملحدة لا تعرف الله ولا تذكر اسم الله. ففي الحالات الأول يؤكل منه إذا ذكر اسم الله عليه أو وزكي التزكية الشرعية، زكي التزكية الشرعية بالذبح. وفي الحالات الثانية التي يتأكد فيها أنه لم يذكر اسم الله عليه، ويتأكد فيها كذلك أنه يتأكد فيها كذلك أنه ذبح لم يقتل، في هذه الحال يجوز، والله أعلم.